السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا معكم اليوم القناة ديالنا أطلس تي في، هنقدم لكم جالاكسي S8 بلس. إذا غادي نديرو ريفي ديالو بعد 7 أشهر ديال الاستخدام. إذا S8 بلس كما كتعرفوا الفلاج شيب ديال سامسونج، كان خرج في العام الفايت شهر 4. اذا كما كتشوفوا معنا هذا الهاتف، هذا عليه ضمان 24 شهر سنتين، يعني مشري في المملكة العربية السعودية. هذا كما تشوفوا عليه ضمان. اذا اول شيء نقوم نشوفوا الكونفيغوراسيون ديالو، نذكروه بها، ومن بعد ندخلوا للمحتويات ابري نديروا ريفيو. اذا كما كتشوفوا جالاكسي S8 بلس الابعاد ديالو، نعم، اذا الكونفيغوراسيون ديالو عندنا 158 ملم 6:1، حجم الشاشة 6.2 كواد اتش دي اس امولد، والكاميرا ديال بيكسل 12 ميجا، 8 ميجا اوتو فوكس كما تشاهدون، فيه اي بي 62 water and dust resistance، يعني مقاوم للمياه والغبار. و iris scanner، فيه سكانر ماسح للعين، و نظام جديد للكنوكس محمد ضد الرز، و سعة ذاكرة داخلية 64 جيجا، و مع الرام 4 جيجا بايت. الوايرلس شارجين في ال والايرتون تيوند بي اي كي جي، يعني سماعات الاي كي جي يعني رهيبة. اذا نمر الان للمحتويات. اذا كما قلت لكم الهاتف يعني مشترى يعني في اكتوبر في المملكة العربية السعودية، وراح نقوم في الحلقة بالبنش مارك. اذا الهاتف كما تشاهدون هو مستخدم. هذه الواقي الشاشة اللي كان عليه، يعني نزعناه كما تشاهدون. محتويات، يعني الشوكة، كانت الشوكة دليل استخدام الهاتف. ادابتر يو اس بي، اليو اس بي اي سي ولا اليو اس بي الكبير، كما تشاهدون. وفي شاحن، يعني شاحن خاص بامريكا والشرق الاوسط، فاست شارجين. الهاتف كما تشاهدون. إذا بعد قليل مشاهدينا الكرام سوف نمر إلى استعمال الهاتف، استخدام الهاتف، لكي نريكم. ابقوا معنا. إذا أول شيء يعني مقارنة بس بسيطة يعني بين هو الهاتف S8 بلس مع آيفون 6S بلس كما تشاهدون. يعني شاشة رهيبة من سامسونج، يعني سامسونج تتميز بهذه الشاشة يعني جذابة. يعني انفينايت، يعني شاشة متناهية، عفوا، إذا نمر الآن الآيفون كان يمشي فيها. مشاهدينا الكرام، يعني فيه البصمة، يفتح بالبصمة، سوف أعيدها. لازم أن نضع اليد، نعم هو فتح. إنكم تشاهدون يعني نظام سلس، عليه نظام أندرويد 8، نظام أوريو،
يعني قمت بتحديثه فقط في 25 من مارس المنصرم، يعني سامسونج بعثت التحديثات الأوريو، لكن اشتريته بنظام النظام 7، أندرويد 7. شفا سوف نتحدث قليلا سوف نتحدث قليلا إذا سوف نقوم بالحديث حول إعدادات أو كونفيغوراسيون ديال الهاتف سامسونج اس 8 بلس. إنكم سيدون سامسونج إكسينوس، فعليه بروسيسور إكسينوس أوكتا 8895 بسرعة معالج 2.31 جيجا هرتز أوكتا كور، في عليه 8 أنوية أرشيتكتور كما تشاهدون، يعني السرعة عليه جرافيكس كارت جرافيك اي رام ماليزي 71 بسرعة 260 ميجا هرتز. تشاهدون اس ام 900 نظام جي، موديل اس ام جي 955 اف، يعني حجم الشاشة 26 انش، ريزوليسيون الشاشة اللي نستغل بها حاليا 1800 فول اتش دي، 1080 في 2220 فول اتش دي بلس، بس فيه كواد اتش دي سكرين دنسيتي 360 دي بي اي دوت بير انش ديمنشنز، عليه 4 رام، 4 جيجا من الرام، ستوريج في 64 جيجا، بس متوفر في حجم 128 جيجا. السيستم كما قلت لكم اندرويد فيرجن 8، يعني بعد 7 أشهر من الاستخدام تشاهدون البطارية بحالة جيدة، يعني ما شريتوش يعني من البارح من الأمس لما أقوم بشحنه، وشغال جيد يعني 26% جيد. حرارة كذلك لا ترتفع، يعني ما علي أن أشغل عليه يعني ألعاب ثلاثة الأبعاد عفوا. الآن سوف نمر إلى البنشمارك. إذا البنشمارك كما تشاهدون هذا تمبيراتير مونيتور، يعني يوضح لنا حالة البطارية و السي بي يو. البطارية يعني حالتها جيدة، باتري يوزج تشيك، نعمل نسوي تشيك. تشاهدون ريل تايم تمبيراتير، هذه حالة درجة الحرارة الحالية هيستوريكال، ما فيش هيستوريكال لأني يلا نزلت ثبت الابليكيشن. هذا السي بي يو المعالج، درجة حرارة المعالج بيوضح لنا أساسا في درجة حرارة أنوية المعالج يعني جيدة. سوف نقوم باستخدام يعني ألعاب ثلاثية وبعدين نشوف. اوكي الآن يتم أن البنش مارك يقوم بفحص معالجة الشاشة الرقمية.
قم بتغيير ريزوليوشن. كما تشاهدون الصورة ما شاء الله، يعني هنا تظهر لنا تميز وتفرد سامسونج المنافسيها، يعني في الشاشة الليميتلس سكرين. فقد أوضح شيء، يعني أنا استعملت البلو لايت فلتر أو أنزع البلو لايت. هذا لا يقوم بالإعدادات الآن، قد تم فحص جي بي يو، يعني الجرافيك كارد يونيت تي دي جيم بيرفورمانس، والآن يقوم بفحص الرام، يعني الذاكرة العشوائية للجهاز. الآن تم الانتهاء من فحص الذاكرة العشوائية من بيرفورمانس، الآن يفحص يختبر قوة السي بي يو ناب اوبريشن، يعني بروسيسور المعالج الجهاز. الآن يقوم باختبار الملتي تريدين، يعني نظام تعدد الاستخدام للجهاز للبروسيسور. الآن انتهى من اختبار الجهاز من اختبار المعالج، لكن آخر مرحلة اختبار نظام اليو اكس او اليوزر اكسبيرينس. هذه الابليكيشن انتوتو بنشمارك هي الابليكيشن المعتمدة، يعني
صراحة هاتف جميل يعني، بعد سبب أكثر من الاستخدام يعني الواحد ما يملش منه كما يقال. يعني هناك فرق في الاستخدام ما بين جالاكسي اس، يعني أنا من محبين جالاكسي هواتف سامسونج، بدأت من جالاكسي اس 1 أو بعده الاس 2 بعده الاس 3 والاس 4، كان مرة عندي الاس 4 والاس 5 والاس 6 ما مرش عندي، بس مرة عندي الاس 7 نعم، والآن اس 8 بلس، يعني هاتف يعني جميل جدا. الآن قد انتهت الابليكيشن من فحص من البنش مارك، إذا معدله 196482، يعني رهيب، يعني كما قال هنا يعني ديفيتد 80% اوف يوزرز، يعني هذا الهاتف قد تغلب يعني بإمكانياته على 80% من مستعملي الهواتف الأخرى. بروسيسور كذلك يعني هو أحسن من 77% من الهواتف الأخرى المتوفرة. بالنسبة للجي بي يو هذا فقط تفاصيل إشعار، يعني جيد جيد جدا، يعني هذه يعني كما تشاهدون الآن درجة حرارة الأنوية كورس، يعني بعد استخدام الـ Altitude Benchmark 3D Test كما تشاهدون ارتفعت درجة الحرارة، لكن لا شيء معيب هنا، يعني لما وضعت يدي من الخلف يعني ما في درجة حرارة كبيرة، يعني عادي الأمور عادية. الآن نقوم بستريس تيست. أن يقوم بـ Device Verification، يعني هل هو هاتف أصلي أم مقلد كما تشاهدون Authentic، يعني ما في أمور الحمد لله، يعني مشترى من محل معتمد، Resolution كما تشاهدون، CPU كل الأمور يعني مضبوطة جيد، دي فقط إعدادات. نقوم باختبار نظام EHMAL5، نقوم باختبار نظام HTML5. يعني كما تشاهدون الآن يقوم بـ SVG test، يعني صراحة ما شاء الله مواصفات رهيبة يعني في الهاتف 3D، يعني أن يقوم باختبار الكانفاس تيست، أن يقوم باختبار الجيم تيست HTML5 جيم تيست، يعني دي من الألعاب يعني القديمة، القديمة الألعاب ثنائية الأبعاد يعني المطورة ب لغة HTML5. كما تشاهدون الآن يعطينا النتيجة، يعني المعدل الذي حصل عليها هاتف سامسونج S85 هو 22762، يعني لدينا هنا ترتيبه الخامس، يعني في ال 1 بلس 5 كما تشاهدون 1 بلس 5 هو الأول 1 بلس 5، وفي تيومي إيمي 6، بعدين سامسونج جالي إكس إس 5 بليز، في المرتبة الثالثة تيومي مي ماكس يو ديفايس، يعني هذا هاتفي، يعني نلاحظ أن بس 7 أشهر من الاستخدام يعني
كفاءة الجهاز يعني تقلصت بسبب الحجم، يعني نقصت كفاءة الجهاز يعني بحوالي معدل 4000 بعد الهواوي بي 8 ونيكسوس 5 والزيون اس 8. نقوم ب تيست ال سي دي برايت تيست، نقوم باختبار يعني طبقات اللون الرمادي الشاشة. نقوم باختبار تاتش مي انتهينا من فحص كما تشاهدون، يعني ننتظر ان يعطينا النتيجة. نسير اين قبل قليل، او كما تشاهدون يعني رقم واحد في الهواتف البي كا ال 20. لا اعرف من هذا الهاتف، لكن هي نتيجته. يعني نسوي مقارنة 1 بلس 5 في تشاومي، تشاومي في سامسونج، هذا هاتف سامسونج اس 8 بلس، هذا ترتيبه. كما تشاهدون هذه مقارنة بين هاتف سامسونج ماي ديفايس يعني هاتفي وسامسونج اس 8 بلس، اس 9 بلس عفوا، يعني ما في فرق كثير. وإلى غير ذلك، إلى ما لا ذلك. يعني بالنسبة للمميزات، يعني هاتف جميل، يعني شكله جميل، يعني ورقية الحجم. أنا سويت له يعني كوفر، يعني كوفرات، يعني كوفرات فيه كوفرات جميلة، ممكن تشتريها من الإنترنت يعني بمبالغ رخيصة. وفي أيضا يعني صراحة هاتف جميل. في هنا منفذ يعني السيم كارد، هنا الفوليوم، صوت، زر النقصان، البيكسبي، زر البيكسبي، وده زر التشغيل والإيقاف. فيه الشحن، عندهم الشحن اي سي، فيه ميكروويف، ميكروفون عفوا، مدخل الميكروفون، وفي بارلور، وفي هنا سماعات. صراحة يعني هاتف جميل، يعني بس رغم الاستخدام يعني لا يمكن، أنا لست نادما عليه. يعني تقريبا مشترى يعني حوالي 7000 درهم مغربي، بالسعودي 2500 ريال سعودي. السماعات الأصلية ما بقت عندي، هذه سماعة شاومي اتش دي اوديو يعني برو، هذه سماعات يعني ما شاء الله جميلة جدا. اذا شكرا لكم سيداتي وسادتي على مشاهدة الفيديو، واشتركوا في قناتنا، وسووا الاعجاب، اعجاب لايك او ديسلايك، سووا كومنت اذا اردتوا شيء. واحنا ان شاء الله نسوي فيديوهات اخرى على هواتف او اجهزة الكترونية اخرى. شكرا لكم.